ومهم جدا. واحنا بنتكلم برضو عايز ارجع في قصه الرابطه، مباريات الرابطه، يعني لانه الحمد لله ان احنا يعني خدوا القرار ده كابتن. الحقيقه الحمد لله قرار موفق جدا، قرار موفق جدا، وبشوف انه عدم المشاركه في بطوله كاس الرابطه من جانب الجهاز الفني ومجلس الاداره من وجهه نظري هو موقف صائب للغايه، لانه حضرتك محتاج ان انت تركز في البطوله الافريقيه، محتاج ان انت تكمل في البطوله الافريقيه، لو لا قدر الله حصل اي حاجه محتاج ان انت تستريح، معلش يعني صح، محدش يقول لك افرض طلعت وانت دايما التارجت بتاعك رقم واحد، فهتبقى رقم واحد في الرابطه وفي الدوري وفي الكاس وبطوله افريقيا، هيدك على اللعيبه جدا يا كابتن. يعني اعتقد ان خف ضغط لعيبه كبيره جدا كتير جدا ان احنا ما لعبناش بطوله الرابطه دي، لانه خصوصا انه انت كمان لم يتم تقدير النادي الاهلي في ظل ضغط وتلاحم مباريات كبيره جدا، حكايه تاجيل الماتشات يعني. اه طبعا، يعني انا مثلا ماتش المقاولين قبل سان داونز، انا من الناس اللي كنت متاكد مليون في الميه ان احنا مش هنكسب مباراه سان داونز. ليه؟ لاعبين قبل السفر بيومين تقريبا كمان. ايوه، لانه غير كده وكده سفر سان داونز زي ما انا قلت قبل كده في لما كنت بتكلم قبل رمضان في البيت الكبير، كنت بقول دايما ان في اربع خمس بلاد في افريقيا اللعيبه ما بتحبش تسافر لها. ليه؟ لان الاكسجين في بيبقى فيها قليل، من ضمن هذه البلاد اقل شويه هي جنوب افريقيا. لا، واحنا طلعنا كمان من جنوب افريقيا على الكاميرون، يعني انت السفريه كملت معاك. دي ساعدت ان انت خرجت من جنوب افريقيا على الكاميرون، دي ساعدتك في، لا اقصد الماتشات اللي قبلها راحه اقل، يعني الماتشات اللي قبلها راحه اكتر. سوري، طبعا انت ارتحت اسبوع في جنوب افريقيا وطلعت صحيح منها على ماتش صحيح الكاميرون، لكن برضو انت مسافر قبل الماتش بيومين او تقريبا 48 ساعه فعلا بالظبط، بتلعب ماتش في الدوري المصري، فهي بالنسبه للعيبه ده ضغط. وبرضو هرجع اقول لك يا كابتن، نتيجه الماتشات اللي في الدوري بتاثر طبعا على اللعيبه في افريقيا، والجهاز الفني بيقرر في بعض الاحيان انه يبقى بيعمل روتيشن وان هو ما يلعبش، والناس بتبقى مش مقتنع قوي ان انت ما ينفعش تتعادل او تخسر في الدوري، لا كله عايز عينه على المكسب وعينك ان انت تزود الفارق وعينك ان انت افريقيا والدوري والكاس وكل البطولات انت شايفها. صحيح، ولانه احنا دايما واحنا بنتكلم كنا دايما بنقول ايه؟ لما حد يكلمني يقول لي بص، اقول لهم بصوا يا جماعه احنا هنتمسك بالامل لغايه اخر لحظه. اخر لحظه، ومهما كانت الظروف ومهما كانت الامور، احنا اتعودنا كده داخل النادي الاهلي، ودايما ده اللي متعهدين عليه من نجوم الفريق النادي الاهلي وكل الفرق بالمناسبه، ان خلاص الفرصه رجعت بايدينا تاني، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه الصعبه. ولكن عندك اللاعب رقم واحد واثنين وثلاثه على راي عبد الرحمن، وعشره كمان هو جمهور النادي الاهلي.